كذلك اليوم السابع تحدث عن هذه الأزمة تحت عنوان أمير قطر يستفز العرب ويوجه القرضاوي بتقديم برنامج جديد على الجزيرة في خطوة استفزازية، حيث وصل أمير قطر تميم بن حمد التصعيد ضد الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، إذ تتفاوض قناة الجزيرة حاليا مع داعي الإخواني يوسف القرضاوي المدرج على قائمة الإرهاب لعودته ولتقديمه برنامج جديد على القناة القطرية. فالأول مرة سيقدم شخص مدرج على قوائم الإرهاب برنامج ويظهر للمشاهدين عبر شاشات التلفاز ويقدم لهم النصائح والتوجيه. تأتي الخطوة الجديدة بعدما كشفت مصادر لي اليوم السابع أن يوسف القرضاوي تلقى عرضا جديدا للظهور على قناة الجزيرة مرة أخرى، تبدأ بحلقات عادية يستضيف فيها أحد مذيعي القناة القطرية، ثم يبدأ بعدها في تقديم برنامج أسبوعي ليدعم من خلاله أمير قطر ضد الدول العربية. طارق البشبيشي القيادي السابق بجماعة الإخوان قال إن قطر تستفز الدول العربية التي أعلنت مقاطعتها، كما تعلن صراحة دعمها للجماعات الإرهابية وكذلك الشخصيات الإرهابية على رأسها يوسف القرضاوي. أشار إلى أن استعانة الدوحة بالقرضاوي هو رد من جانب تميم بن حمد على قرار 4 دول عربية بوضع رئيس اتحاد علماء المسلمين ضمن قائمة 59 شخصية إرهابية. أضاف أيضا أن الجزيرة تبث مضامين إعلامية تساند الجماعات الإرهابية وتحرص على استضافة الشخصيات التي تهدف لإحداث حالة من عدم الاستقرار في المنطقة العربية وبالأخص ضد الدول العربية.